الجيش المنظم على هذه الدعوة وأتاحت الفرصة للمجيء إلى سليانة وتعبير عن موقفنا المساند بلا شرط ولا قيد لأهالي سليانة ولضحايا الرش ولحقوق شباب سليانة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية. إلى أرواح الشهداء، إلى الجرحى، إلى متضرري الرش، إلى روحي الشهيدين شكري بن العيد ومحمد البراهمي، أقول كم قد قتلت وكم قد مت بينكم ثم انتفضت فزال القبر والكفن. اليوم ينتفض الشعب التونسي من جديد، اليوم تزول القبور وتزول الأكفان، اليوم تتحد جهات البلاد من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة، من أجل المطالبة بتحقيق أهداف الثورة. إنه هذا هو الطريق الصحيح. نحن جئنا في وفد شبابي من المناضلين الذين يمثلون الحوض المنجمي من مناضلي انتفاضة تنظيم مزمارية، من المعذبين في الحوض المنجمي. جئنا لنقول لكم إننا معكم، إننا نساندكم، إن همومنا واحدة، وإن كان فإن جميع جهات البلاد لها ذكرى مأساوية مع هذه الأنظمة الفاسدة، من بوركيبة إلى بن علي إلى هذه الحكومة الفاشية. كل جهات البلاد لها ذكرى مع القمع، مع السجون، مع القتل، مع التهميش. لقد أثبتت هذه الحكومة أنها تضع حجر الأساس لفاشية قادمة، وجب مقاومتها ووجب التصدي لها منذ الآن. وليس لنا من سبيل إلا الوحدة، إلا التآزر. نحن جئنا لنقول إننا نرفض السقوط في هذا الفخ الذي نصبته الترويكا الحاكمة والنهضة لدفع التفرع والصراع الجهوي إلى مدى. إن التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا توقيت لها، إنها قتال مستمر ونضال مستمر من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى والأرقى. نشكركم على حسن الضيافة إخواني، وندعو بالمناسبة، ندعو الأحزاب وندعو الاتحاد إلى أن ينحاز إلى صف الشعب وإلى صف المهمشين وأن يوقفوا هذا الحوار المهزلة. وشكرا.